السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجع إليكم اليوم في فيديو جديد. فيديو راح نتكلم فيه عن الهند تحظر 120 تطبيق صيني. أمس قاعد أطالع اليوتيوب وشفت فيديو حق ليجند روني كان يتكلم عن باند إن إنديا، أتوقع اسمه كذي، باند إن إنديا. طالعت شوي من الموضوع فعرفت إن اللعبة رايز أوف كيندومز جاها حظر في الهند، طبعا من ضمن مجموعة من البرامج والألعاب، منها ببجي، منها اشياء واجد مثل القائمة اللي مبينه عندك الحين. الهند في البداية حضرت 59 تطبيق صيني، منهم توك توك وفي بعض البرامج المعروفة مثل القائمة اللي مبينه عندك حاليا. فبعدها زادوا عليهم لين وصلوا الى 118، وبعدها زادوا عليهم لين وصلوا 120 حاليا في وقت تسجيل هاي الفيديو، 120 تطبيق، يعني تطبيق وألعب. فجاهم بلوك. طبعا سبب حظر هاي التطبيقات، الهند قالت ان هي الصين قاعدة تستخدم بيانات المستخدمين ضد الهند. طبعا هاي سبب، ما اتوقع ان هاي السبب الرئيسي. السبب الرئيسي اعمق من كذي بمراحل، بس قبل ما اقول عن السبب الرئيسي خلنا نتكلم كلاعب. لو انت مكان اي لاعب هندي مثلا، طبعا اللاعبين حاولوا ان يدشون اللعبة عن طريق الفي بي ان، يستخدموا تطبيق في بي ان ويدخلون اللعبة، بس ما قدروا يدخلون اللعبة. فانت تخيل صارف مبالغ وقدرها او مبلغ وقدره في اللعبة، وفجأة بين ليلة وضحاها اختفى كل شيء. هاي الحدث ذكرني بقصة ببجي، اتوقع في اكثر من دولة عربية حضروها، بس ببجي بالنسبة حق رايز اوف كيندومز الصرف جدا مختلف. يعني ببجي راح تصرف مثلا على سكنات او راح تصرف على اشياء معينة، عكس مثلا رايز اوف كيندومز. رايز اوف كيندومز تقريبا مبنية على الصرف، اصرف. فانت تخيل مثلا واحد صارف مبالغ وقدرها او مبلغ وقدره مثل ما قلنا، وفي الاخير تصير حق اللعبة باند. فشنو شعور هاي المواطن او الشخص الهندي؟ النقطة الثانية بالنسبة حق تحالفات، اكيد 100% في تحالفات مثلا هندية، شنو راح يصير عليهم؟ الله اعلم. هل راح مثلا اذا كانت مملكة كلها هنود، فشنو راح يصير بالنسبة حق هاي المملكة؟ لأن راح تصير في الحضيض. إذا قلنا مثلا 70% من هاي المملكة كلها هنود، فشنو وضعها؟ هاي لحين اللعبة ما جاوبت على هاي الشيء، فما ندري راح يصير حل قريب ما راح يصير حل. هل راح مثلا يقدرون يدخلون؟ أنا بالنسبة لي ما أتوقع أنه راح يصير في حل قريب، لأن مثل ما قلت الموضوع أعمق من مجرد تطبيق وحضرنا أو 120 تطبيق وحضرنا. أنا أتوقع أنه مستقبلا راح يزيد عدد التطبيقات. فليش كل هاي الأشياء؟ علشان هاي الشيء اللي سويت هاي الفيديو. طبعا ليجند روني اتكلم عن شعوره بالنسبة حق المواطنين او اللاعبين اللي في الهند، بما انه يتابعونه يقول مثل ما قال هو انه يتابعونه في ناس واجد من الهند. فانا شفت الفيديو وقلت خلنا اسوي فيديو مختلف واضيف عليه. طبعا هاي في اكثر من فيديو قبل قلتها، وفي فيديو راح ينزل مستقبلا تكلمت عن هاي النقطة. مو عيب ان انت تاخذ فكرة من عند احد بس تضيف عليها او تطورها، هاي ما يعتبر تقليل، بالعكس ان تضيف محتوى حق هاي الشيء. فاذا شخص مثلا مهتم بهاي الشغلة راح يحصل اكثر من رأي او اكثر من جانب حق الموضوع. فانا في هاي الفيديو قلت راح اتكلم عن سبب حظر التطبيقات اللي هو 120 تطبيق قابل للزيادة اتوقع مستقبلا، شنو الاسباب اللي ادت الى ان الهند تحظر 120 تطبيق. ففي هاي الفيديو راح اتكلم عن القصة. طبعا القصة طويلة ومتشعبة، فانا اختصرت القصة، حاولت ان اكتبها مختصرة في الايفون عشان ما يكون الفيديو طويل وممل، يستمتع المتابع في النهاية. الهند والصين اخوة. طبعا هاي الشعار طلع في بداية الخمسينات وسووا منه اغنية شهيرة في الهند وفي الصين. طبعا ديك الفترة كانت الاغنية جدا جدا شهيرة. العلاقة الهندية الصينية بدت باحلام وردية في التآخي والتبادل المشترك بين البلدين، بعدها تحول الى توتر، وبعدها تحولت الى حرب صاخنة سنة 1962، وبعدها مناوشات على الحدود من فترة لأخرى، وآخرها شهر 5 2020، شهر 5 اللي طاف. هو في الغالب إذا كان في صراع على حدود معين، في الغالب يكون مثلا هاي الحدود في موارد طبيعية، مثلا غاز، بترول، أو أي شيء موارد طبيعية، فضة، فيكون في نزاعات حدودية بين الدول. فحاليا في أكثر من دولة يتنازعون، ما بقول أساميهم، في بعضهم أوروبيين وبعضهم عربيين، يتنازعون على مناطق فيها غاز طبيعي، يعني مكتشفين فيها غاز طبيعي. انا سألت يعني ليش مثلا في نزاع بين الصين والهند خاصة في جبل، فدورت وما حصلت اي شيء مثلا هاي المكان فيه غاز طبيعي او مثلا في موارد طبيعية، ما في شيء. فشنو السبب اصلا النزاع بين الحدود؟ نكمل قصتنا ونقول. طبعا الخلاف المباشر واللي مبين حق العلن او مبين حق العامة انه خلاف حدودي بين بلدين،
بين الصين وبين الهند. طبعا هاي الحدود بينهم قرابة 4000 كيلومتر، ومع أن الحدود بين الدولتين جدا كبير لكن مكان النزاع في منطقتين معينين. الحدود مسافته 4000 كيلومتر، جدا طويل. المنطقة الأولى في الغرب، المنطقة الثانية في الشرق. هاي المكانين اللي صار فيها النزاعات الحدودية. المنطقة الأولى اللي في الغرب اسمها إسكاسي شن، إن شاء الله قلت الاسم صح راح أكتبه. والمنطقة الثانية في الشرق اسمها صعب راح أقرأ، آرمشال برادش، هاي اسم المنطقة الثانية اللي في الشرق أو في الشرق. الصين تقول حق الهند إن أنتي محتلة جزء من أراضي الصينية اللي هي اللي في الشرق اللي اسمها آرمشال برادش، وحاليا في وقتنا الحالي هي ولاية من ولايات الهند، ولاية هندية حاليا. والهند ترد على الصين وتقول إن أنتي محتلة 17000 ميل متر مكعب في منطقة الغرب اللي تكلمنا عنها، منطقة إسكاس تشن. وطبعا هاي المنطقة قريبة من منطقة كشمير الكبرى الموجودة في الهند. وطبعا الخلاف اللي صاير حاليا، النزاعات اللي صايرة حاليا في منطقة الغرب، في منطقة اللي اسمها إسكاس تشن. طبعا بداية هاي القصة والنزاعات اللي صارت بعد ما احتلت بريطانيا الهند، ففي ديك الفترة بريطانيا قسمت الحدود، قسمت المنطقة. طبعا الكلمة اللي أنا أقولها دائما، طبعا بريطانيا قسمت المنطقة في ديك الفترة، رسمت الحدود بين الصين والهند، وفي كانت دولة ثانية أو دولة ثالثة موجودة اسمها التيبات. طبعا دولة التيبات كانت مستقلة قبل ما تاكلها الصين. طبعا الصين كانت تقول إن التيبات، أراضي التيبات أو دولة التيبات هي تابعة حق الصين، فالصين بعدين احتلتها مثل ما نقول أكلتها وضمتها حق الأراضي الصينية. طبعا في ديك الفترة بعد ما رسمت الحدود، اللي هي بريطانيا رسمت الحدود في المنطقة بين الصين والهند ودولة التيبات، ثلاث الدول اللي هي الهند والصين والتيبات ما كانوا راضين اصلا بتقسيمه او بترسيم الحدود، فالكل كان عنده مشاكل ان التقسيم اللي صاير مو صح، كل واحد يقول ان انا لي هالقد مكان ان مفروض ارجع لي، وكل واحد يقول ان هاي المنطقه لي وهاي المنطقه لي وهاي الاراضي تبع دولتي، وكذي صار. بس ثلاث الدول ما قدروا يسوون شيء لان اصلا كانت بريطانيا او الهند كانت تحت الاستعمار البريطاني، وفوق هاي كلها اصلا الصين والهند والتيبات كان كلهم دول عالم الثالث، فمستحيل اصلا يقدرون يسوون شيء. دول عالم الثالث في ديك الفتره كانوا دول عالم الثالث حرفيا. سنه 1947 استقلت الهند، فالقوات البريطانيه انسحبت، وهني بدت مثل ما يقولون فتيل الحرب، بدا فتيل الحرب يشتعل. فالخلافات اللي كانت موجوده قبل، كل واحد يقول ان هي المنطقه لي او الاراضي لي او الحدود مو صح، بدت تطلع على السطح. فتجددت الخلافات بعد استقلال الهند مباشره 1947. في سنه 1954 كان في لقاء بين الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الهندي. طبعا الرئيس الصيني في ذيك الفتره كان ماو، ورئيس الوزراء الهندي كان نهرو. طبعا هاي اللقاء بعد فتره من الزمن انكشفت تفاصيله. كانت فكره ماور اللي هو الرئيس الصيني كان يقول حق رئيس الوزراء الهندي ان احنا دول عالم ثالث، فاحنا لازم نجتمع ونتحد ضد الاستعمار او ضد الدول اللي تحاول مثلا تستغلنا او تستغل الموارد الموجوده في بلدنا. طبعا الهند رفضت هاي الخيار. ليش رفضت؟ لان الصين قالت ان احنا لازم نتحد كنا بزعامه الصين الشيوعيه. فالهند قالت لا، ما خليكم انتم مثلا رؤساء فوقنا، يعني احنا نكون تحتكم، لا احنا مو راضين. فالهند قالت احنا فكرتنا ان احنا ما نقاتل احد، مثل ما يقولون سوف ننأى بنفسنا، يعني ان مثل ما هو مكتوب سوف ننأى بنفسنا، ان احنا راح نكون ما لينا باحد، خلنا في حالنا وخلنا في مشاكلنا. كانت هي فكرة رئيس الوزراء الهندي. اللي طلع في ديك الفترة حق الاعلام صار في اجتماع وانه صلح وكذي، وانه الدول اتحدت وان الهند وافقت انها تكون يعني تحت الصين، بس هو في الواقع ما رضت، انها من الاساس اصلا مو راضي انها تكون تحت الصين. على العموم في ذيك الفتره طلع الشعار اللي قلته ان الهند والصين اخوه اللي قلته في بدايه الفيديو. بس بعد فتره معينه مثل ما يقولون تقاطعت المصالح، الهند صارت ضد الصين، والصين صارت ضد الهند، وبدت النزاعات من جديد، وكانك يعني ما سويت شيء رجعت حق نقطة الصفر. فبعد فترة مثل ما قلت زارت خلافات، هذا يصرح وهذا يرد عليه، وفي أكثر من ملف يصير عليه خلافات، فصارت خلافات بشكل مو طبيعي بين الصين والهند. طبعا اللي زاد الموضوع مثل ما يقولون صبوا بنزين على النار، هو أن الصين قررت أن هي تغزو دولة التيبات، دولة التيبات اللي هي صايرة بين الصين والهند. فالهند كانت رافضة
ان لا تغزونهم وان هي الاراضي مو من حقكم. الهند كانت تقول حق الصين، والصين ما اعطتها خبر مثل ما يقولون واحتلت دوله التيبات. طبعا التيبات اللي هي دوله التيبات سوت مقاومه ان هي تصد العدو المحتل اللي هو الصينيين. حاولت ان هي تصدهم ما قدرت، يعني صدتهم فتره معينه بس ويا الضغط. تعرف انت قوه الصين، مع ان قوه الصين في ذيك الفتره ما كانت شيء جبار مقارنه بحين، بس ان مقارنه بدوله التيبات كانت الصين شيء مو طبيعي. ففي النهايه طاحت او سقطت دوله التيبات واحتلتها الصين. طبعا في دوله التيبات كان عندهم شخص مثل ما يسمونه الاب الروحي، اتوقع انه شيء ديني شيء كذي. طبعا هاي الشخص كان اسمه دالاي لاما، هو موجود لحين، اتوقع انه لحين ما مات، تفاول على الرجال. طبعا هاي الشخص مثل ما قلت فر من دوله التيبات الى الهند، لان مثل ما قلنا التيبات والهند كانوا صوب بعض، يعني ملاصقين حق بعض. فالصين في دي الفتره اشتطت غضبا مثل ما يقولون، انها عصبت، كانت تقول حق الهند ان انتم ليش تقوون ناس معارضين حقنا. فالهند ردت عليها بما معناه، قالت لها مو شغلكم هاي سياساتنا الداخليه، انتم مو شغلكم يعني تتدخلون فيها، احنا ندخل اللي نبغي وما ندخل اللي ما نبغي، فمو شغلكم. هني الصين يعني حرفيا انفجرت من الغضب وقالت راح اغزو الهند. سنة 1962 الصين تغزو الهند. طبعا الصين قررت ان هي تغزو الهند، فدخلت في الاراضي الهندية وصارت في حرب طاحنة بينهم استمرت 32 يوم. طبعا كانت الصين متفوقة عسكريا بشكل مو طبيعي، يعني بشكل واضح جدا. فاحتلت مناطق معينة من الهند وانسحبت بعدها، اتوقع ان كان في ضغوطات خارجية فوصلت الى مكان معين وانسحبت بعدها. طبعا بدون اي حل، ما كان في اي حل، ما حلوا الموضوع، بس ان الصين غزت الهند واخذت بعض المناطق من الهند وانسحبت، فقالت هي حلول لي. طبعا في تفاصيل اكثر والموضوع مثل ما قلت في البدايه انه متشعب، بس نكتفي بهي القدر. راح نروح حق موضوع ثاني تكمله حق القصه من جهه ثانيه. فالصين بعد هاي الحرب كان في واجد مشادات بين بعض، فمثل ما قلت راح نختصرها عقب. ففي الفترة الأخيرة، يعني خلنا نقول آخر 10 سنوات أو أقل، الصين بدأت تكون علاقات مع دول مجاورة مثل سريلانكا، أتوقع أن بنت قاعدة لها هناك، أو أن هي الهند قالت أن الصين قاعدة تحاول أن تبني قاعدة في سريلانكا عشان تكون قريبة من جهة ثانية. وبدأت تبني علاقات مع باكستان، طبعا باكستان والهند مثل توم جيري، يعني أعداء من فترة طويلة. فالهند تقول أن الصين قاعدة تحرض باكستان عشان تتكلم عن الحدود بين الهند وباكستان. قبل فترة أتوقع صار في بعض خلافات ومشاكل على الحدود بين الهند وباكستان، صاير يعني الموضوع أنت تقول وأنا أقول وهذا يبي يسوي كذيها، فكل واحد يعني الهند تقول إن الصين قاعدة تستهدفني، والصين تقول لا أنا ما قاعدة أستهدفش، إن كل الأشياء اللي أسويها مو شغلكم، بما معناه إن هاي الشيء داخلي ومو شغلكم. أو مثل ما كانت تقول الهند قبل حق الصين إن إحنا ندخل اللي نبغي ومو شغلكم أنتونا، هي سياسات داخلية. الوضع حاليا مثل ما نقول تنافسي بين الهند والصين. الصين مثلا تطلق قمر صناعي، الهند ترد تطلق قمر صناعي. الصين ترسل مثلا صاروخ مثلا تدمر قمر صناعي، الهند ترد ترسل صاروخ وتدمر قمر صناعي صيني. فصاير الوضع بينهم ان انت تسوي انا اسوي. مثلا تسوي اشياء عسكرية، اسلحة او مثلا دبابات او اي شيء عسكري، الدولة الثانية ترد ان انا راح اسوي نفس الشيء. تطلع اشياء مثلا تقنية، الدولة الثانية يقول انا راح ارد واسوي نفس الشيء. مثلا الصين تسوي عقود مثلا يا الخليج او تسوي يا دول معينة، الهند تقوم ترد وتسوي عقود ويا نفس الدول. شيء مو طبيعي، يعني اللي تسوي هاي الدولة هي ترد عليها، اللي تسوي هاي الدولة هي ترد عليها. اخر شيء الصين حضرت بعض التطبيقات الهندية، مع ان ما خبرين ان في تطبيقات هندية ما ادري انا بالضبط. الصين ردت او الهند ردت وقالت اني احضر تطبيقات صينية، انتم تسوون كذي انا اسوي كذي. فنوصل حق زبدة الموضوع، ان ليش تيك توك مثلا او ببجي او رايز اوف كيندومز او في يعني مثلا علي بابا او علي اكسبرس عندهم تطبيق مال الدفع اتوقع اسمه علي باي، في اكثر من تطبيق حضروه الهند، ليش حضروه؟ بهاي الاسباب. فالقصة جدا متشعبة وجدا لها جذور يعني من الماضي، علشان هي السبب وصلنا حق هاي النقطة ان في حضر هاي البرامج وهاي الاشياء. وهي كل الموضوع بالنسبة حق القصة. في الاخير راح اقول كلمة اخيرة بالنسبة لي. طبعا انا استمتع بهاي النوع من المحتوى، احب ان انا اقعد قدام الكاميرا واتكلم، يعني صدق انه يكون ساعات في يعني مثلا فواصل او قطعات، لان مثلا بعض الاشياء فيها كلمات، بعض الاشياء فيها تسلسل تاريخي او احداث، فانا اضطر ان اشوف من التلفون لان ما عندي دل جهاز، لانه في جهاز
تحطه وتحط مثلا التلفون ويطلع الكلام قدام الكاميرا، بس ما عندي هاي الشيء. على العموم هاي المحتوى بالنسبة لي استمتع وانا اسوي، فاذا عجبكم هاي المحتوى راح نكثر منه، وزائد راح ادمج الالعاب. يعني انت في النهاية تستفيد او تعرف معلومة او ان تعرف شيء، وهو شيء متعلق في الالعاب. يعني ما راح اجيب مثلا مواضيع ما لها خص بالالعاب او ان ما لها خص تتعلق بمجال الالعاب، لان مثل ما تعرف ان قناتي متخصصه بالالعاب بس مو واقفه على لعبه معينه. بس ان انا شفت هاي الموضوع ان الهند سوت باند، حبيت اتكلم عن هاي الشيء. في الاخير ان انت تستفيد معلومه او تكتسب معلومه، وانا استمتع وانا اسوي هاي المحتوى. فهي كان كل فيديو، لا تنسون لايك فور سبسكرايب، اكتب لي رايك في التعليقات، شنو رايك في هاي المحتوى عشان اعرف رايك. ومع السلامه.